تعزيز الأمن وبناء البنية التحتية العسكرية، تعتزم الحكومة التشادية على وضع آلية تقنية وعلمية قوية وشاملة للوقاية القضائية والسعي إلى إنشاء هيكل للإنتاج العسكري. وقد تم في هذا السياق عرض هذين المشروعين إلى ممثلي الشعب بغية المصادقة عليهما. المشروع الأول يتعلق بإنشاء مرصد لمراقبة العنف ومنع الجريمة وأخلاقيات محنة الشرطة، وذلك تحت مسمى مشروع قانون الأمن. والثاني يتعلق بالأمر رقم 006 القاضي بإنشاء هيئة وطنية للهندسة العسكرية والإنتاج. ففيما يتعلق بمشروع قانون الأمن، تساءل أعضاء الجمعية الوطنية عن مسألة أساليب التجنيد وكيفية انتقاء عناصر الشرطة الوطنية من أجل أمن السكان وممتلكاتهم، وكذا تطبيق قانون حالة الطوارئ في الولايات الثلاث والداي تيبستي وسلا. ردا على جميع التساؤلات، أجاب الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبالي صلاح. في رابور كل شيء الاتاج وجه سواء في ال ولا بوينت فور وفيرب، هكل نرسله في الاسامبلي ويشوف وسي في حس كلام واحدين قلته في السيلة، خاصة في بروفينس أن السيلة مشاكل أن كل سمينة قبل شهرين وكذا، وعشان ده أنا عملت ميشون مع وزير الادمنستراشون مشينا جوسكا تيسي وكلمنا الأسكار وشلنا الميزير، بس حقيقة لسه شيء بالبلانت مش النسيج وارده ما شفنا، ما أننا عملنا جهد كله عشان كيف الأعفي هنا البلد يجي. وبالرغم من اختلاف آراء النواب في أعمال الجلسة، فقد صوت 119 لصالح مشروع قانون الأمن بنعم، فيما امتنع عن التصويت 16 آخرون. أما المشروع الثاني الذي صادق عليه النواب بعد مناقشات مطولة يتعلق بالأمر رقم 006 والقاضي بإنشاء هيئة وطنية للهندسة العسكرية والإنتاج. تسمح هذه الهيئة للجيش الوطني بالمشاركة التامة والمتعددة في مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار جيوش الدول الأخرى حسب ما جاء في التقرير. هذا المشروع أكبر وأكثر طموحا، لأن إنشاء هيئة كهذه عملية تسعى من خلالها الحكومة التشادية إلى وضع إدارة أمنية أكثر ترشيدا للموارد العامة. وستعمل هذه الهيئة التي صوت النواب على مشروع إنشائها 13 صوت بنعم وامتنع عن التصويت 13، تعمل لصالح الجيش من خلال إنجاز المرافق العسكرية. ولكي تكون هذه الهيئة أكثر فاعلية، يتطلب رصد ميزانية كاملة وإمكانيات أخرى للعمل، إضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة وآلية تقوم بمتابعة وتقييم جميع الأنشطة. وبحسب التقرير المقدم للبرلمانيين، فإن هذين المشروعين يعتبران وسيلة فعالة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف والجرائم، فضلا عن إنشاء مكتب وطني للهندسة العسكرية والإنتاج.